مستمعينا الافاضل، احيي بكم وارحب بحضراتكم في هذا الصباح الجميل، في هذا الملتقى الاصيل، في هذه الرياضة العربية الاصيلة، لينطلق شوطنا الخامس عشر، والذي اندفع يحمل تحديات الابكار من فئة المهجنات الاصايل. نتمنى التوفيق، دائما يكون حليفا للجميع. مباشرة الى هوايل اللي تتصدر المشهد، يقدمها محمد بن حميد بن خميس العويسي، بينما المركز الثاني فالوصول هناك من الطيارة لماجد بن سعد بن عبد الله المنهالي، ينتقل الى المركز الثالث، واجد الحضور من رفيف لصالح بن علي بن صالح الحميري، بينما المركز الرابع فوصلت متعبة لمحمد بن عبيد بن نور العامري. انتقل الى المركز الخامس واتحرك مع المتحرك شقرة لراشد بن عبيد بالهلية. الهاجر ياتي في هذه اللحظات مهاجرا من اجل الفوز، من اجل الانتصار، من اجل هذه النقطة التي يطمح لها الجميع، التي يجازف من اجلها الجميع. لكن القادمة المتحركة ايضا ريمة لطويرش بن نادر بن طويرش الاعفارية، ياتي في هذه اللحظات ويتقدم بهذا المستوى، بينما القدوم هنا على المركز السابع فوصلت وتحركت هنا مع دهشة، ادهشة لناصر بن سعيد بن راشد الساعدي، يصل مع ادهشة ويتقدم في هذه اللحظات، يتحرك بهذا المستوى. المركز الثامن هناك الدانة لمبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامرية، وذكرتنا بالدانة يا الدانة هذه القادمة في هذه اللحظات المتحركة، بينما المركز التاسع فوصلت جود لمحمد بن شامس بن معتز توك العامري، بينما المركز العاشر بن رشيد يتحرك هناك مع مكارم لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. لكني بعود هنا، اعود الى المركز الاول، اعود الى الصدارة، الى المقدمة، الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى ريمة يا ريمة، ريمة يا ريمة تتقدم هنا لمواريها، شرى شكل الريم. هذه ريمة لطويرش بن نادر بن طويرش الاعفارية، يتصدر المشهد، يتصدر ويستحوذ على الكادر العلوي من قناة ياس في بث حي ومباشر من أرضية الميدان. متعبة يا متعبة يا متعبة، قادمة بشعار محمد بن عبيد بن نور العامري، ونور الله طريقك يا بن نور يا بن نور. وصلوا الجميع، تواصل الكبار، وصلت رفيف لصالح بن علي بن صالح الحميري، وصل والكل يصل ويدلو بدلوة، يدلو بدلوة في بئر الناموس هنا في هذا المعترك. لكن القادم ادهشة لناصر بن سعيد بن راشد الساعدي، يصل في هذه اللحظات وتحركت جود وهي على أرض الكرم والجود. هذه جود لمحمد بن شامس بن عتيج العامري، يا هو شوط، يا هو صراع، يا هو نزاع، يا هي قوة وإثارة. لكن وين ريمة يا ريمة، ريمة يا ريمة بالذكريات القديمة، ريمة على المركز الأول لطويرش بن نادر بن طويرش الإعفاري، يا
يطير نحو الفوز، يطير نحو الانتصار، يطير نحو هذا الناموس في أرضية عاصمة الميادين. تهانينا والناموس ما شاء الله. شوف العرض، شوف الإبداع، شوف النهاية، شوف الامتاع، شوف الاستعراض مع ريمة. تهانينا لطويرش بن نادر بن طويرش العفاري على فوزه وانتصاره بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت فيها الظبي لسعيد بن بطيب خلفان المنصوري المركز الثالث. هناك المركز الثالث جود لمحمد بن شامس العتيق العامري. المركز الرابع ادهشه لناصر بن سعيد بن راشد الساعدي. المركز الخامس كانت هي شواهين مبارك بن راشد بن حميد المنصوري. اذا مشاهدينا الاعزاء المنافسه قويه والاداء كبير والفوز كان هنا مع التوقيت الزمني 6:04 من الثانيه. تهانينا لمالك ريمه لطويرش بن نادر بن طويرش العفاري على هذا الفوز، بينما وصلت على المركز الثاني هنا 6:05 جزئين من الثانيه. تهانينا لمالك الظبي سعيد بن بطي بن خلفان المنصوري المركز الثالث 6:06:04 من الثانيه اللي وصلت هناك كانت مع الاداء الجميل جود لمحمد بن شامس بن عتيج العامري. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة